أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأت في أحد التراجم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية، وأنا ملتزم بها، فهل فعلي صحيح؟ هذا يحتاج إلى تثبت من هذا الأثر. المعروف أن القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من المغرب وغيرها، هذا هو المعروف. نعم.